احنا جايين نصور مع بعض مع جزار حكايته مختلفه شويتين. المختلف فيه ان هو قرر يسيب الصحافه والاعلام ويتجه لدنيا الجزاره. تعالوا مع بعض نعرف ايه الحكايه. يا معلم ايه الاخبار؟ تمام يا معلم. قول لي بايه جزار، حب ولا وراثه؟ لا حب. عرفت انك خريج اعلام، سبت الموضوع ازاي واتجهت للجزارة؟ انا ولد وحيد وليا اخت، والدي هو متوفي، جه في اخر ايامه طبعا كان تعب شويه وما كانش بيقدر يقف ويواظب على العمل، فبدات ان انا انزل بقى واتحرك واتعامل وسط السوق واتنزل المحل واتابع وباشر. اول مره دبحت فيها كان عندك كام سنه؟ كان عندي 12 سنه. حلمت بكوابيس ليها علاقه بالجزارة قبل كده؟ لا. مفيش عجل جري وراك في الحلم؟ لا، بحبها وبحبهم. عمرك حسيت ان في ذبيحه كلمتك؟ اه. تقول لك ايه؟ قالت لي ليه كده؟ حرام عليك يا اخي ليه كده؟ اقسم بالله من حوالي 3 4 سنين عجل كنت مربيه عندي من وهو صغير ودبحته، وانا اللي دبحته لزبون معين. العجل قعد حوالي 12 دقيقه او 13 دقيقه بعد ما اندبح ورقبته مفصوله، واقف كده وعمال يبص لي ويهز لي في رقبته. طيب قول لي ايه اغرب موقف حصل لك في الشغل؟ السلام عليكم. مواقف كتير معرضين ليها، وعجول بتجري وعجول بتكسر عربيات وعجول بتنط من على العربية وبتتقلب. الحمد لله كل جيب ربنا خير. بسم الله. حاسم أطرف موقف، يعني موقف حصل قعدت تضحك عليه شهور. العيد اللي قبل اللي فات عجل جري مننا وجري وراه أكتر من 15 واحد أو 20 واحد، وفي الآخر دخل الاسم بتاع السيدة وتحفظوا عليه. احنا جايين نعمل أربع بطايح يا باشا، كانوش عايزين يدهولنا. خرج ازاي بكفالة؟ بعجوبة خرج بكفالة. اه فعلا، فربنا كرمنا انه دخل الاسم يعني، فيشناه وعملنا له بطاقة وطلعنا. كم مرة جريت ورا تور هايك في عنبر 7؟ تور هايك في عنبر 7؟ لا كتير، مواقف وطرائف يعني. تور هايك في عنبر 7! تور هايك في عنبر 7! انا بنتكلم عن العجول اللي بتهرب، قول لنا النصايح اللي الناس، بما اننا داخلين على العيد، الناس تقدر تسيطر على العجول ازاي؟ السيطره دي من عند ربنا يعني، دي معلمه بقى. نصايح ان انا ما اجيبش اي حد يذبح لي عجل، عشان في العيد ده احنا بنشوف حاجات غريبه يعني، بنشوف نجارين وبيجيبوا عده جزاره وبيروحوا يذبحوا، وبنشوف حدادين وبيطلعوا يذبحوا، بنشوف حاجات غريبه يعني. المشكله في العجل ولا الجزار؟ المشكله في الجزار طبعا، مش في العجل، ايا كان هو ايه العجل، لو قتل قتله يعني، لازم السيطره تبقى من الجزار مش من العجل. عمر ما حد قال لي يا ابوح انا مش شبيه حد، انا الحمد لله بنفسي، انا مندو ما فيش الا مندو واحد.